السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل مشروع يمكن البعض منكم فكر ان انا استغنيت عن المشروع او ان تركته او هملته، ولكن اطمنكم المشروع ما زال قائم، واللي هو انتاج صنف فلفل جديد من تهجين نوعين من الفلفل. واللي ما شاف بداية هذه التجربة اللي بديناها قبل سنتين راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة لسلسلة الفيديوهات عن هذه المشروع. فاحنا الحين في زراعة النباتات هذه الـ F2، فهي راح تنتج لنا ان شاء الله بذور الـ F3، الجيل الثالث ان شاء الله من البذور. ولكن ما بغيت ابين لكم من البداية من البذر والزراعة والنقل، هذه كلها امور ناقشناها في فيديوهات ثانية، وايضا راح يطلع عندكم الرابط ل طريقة بذر الفلفل وزراعته. فاللي بغيت أبين لكم الحين في هذه المرحلة من التجربة إن التفاوت في النباتات والاختلاف اللي قاعد يبين في النباتات، وأيضا في بداية التثمير. فراح أراويكم بعض النباتات وراح أبين لكم بعض الاختلافات اللي لاحظتها، اختلافات تبين واضحة. فراح نجرب على بعض النباتات ونشوف. ومثل ما قلت لكم عادة في F2 اللي نبتدي نشوف الاختلاف بين نبتة ونبتة وغيرها. فهني مهم ان الاختيار يكون دقيق، ونختار الشيء اللي احنا نبغيه بالذات، الصفات اللي نبغيها على اساس ننقلها، على اساس هذه الصفات اللي نحاول ان نعزلها وتستقر في النبتة وتكون ثابتة مع الاجيال الثانية ان شاء الله. فراح اقرب الكاميرا شوي من بعض النباتات وراح نتكلم عن الاختلافات اللي نشوفها. اول شيء راح نلاحظه اللي هما هذه النبتتين، بالذات هذه النبتة، خلنا نبتدي فيها. نلاحظ حجم هذه النبتة بالمقارنة الى النباتات اللي خلفها. هذه النبتة جدا صغيرة وكأنها قزمة سبحان الله يعني، والورد كثيف ومتقارب، ولكن غدد الورد او براعم الورد جدا صغيرة وكأنها مقزمة سبحان الله يعني، مع أنها من نفس البذر من نفس الجينات. فهذه عندي شتلة صغيرة، صار صغيرة ومقزمة، فاحتمال أن هذه ما أبغي أنقل هذه الجينات. طبعا هو في النهاية الثمر اللي راح يحدد لي شنو أبغي أنقل وشنو ما أبغي أنقل إلى الجيل الثالث، فلازم نتذوق الثمر، نوصل مرحلة تذوق الثمر. هذه نفس الشيء، عندي شوي قزمة ولكن شوي أكبر من هذه، أوراقها شوي صغيرة والبراعم أيضا صغيرة، تقريبا شوي أصغر من هذه حتى، أو في تقارب ولكن صغار. عموما هاي الثنتين صغار، فسبحان الله يعني نلاحظ أن هذه لين الثنتين شوي صغار. هني أشوف في شوي نمو، صاير شوي طويل، ولكن ما زالت مقارنة باللي خلفها يعني صغيرة إلى حد ما يعني. لكن لحد الحين ما تشوف فيها عقد ثمر، ولكن فيها تزهير الحين مع دخول شهر مارس أو نص مارس، هني الفلفل يبتدي ينتعش ويعطي ثقل إنتاجه. عندي هذه الشكلة، هذه صايرة تقريبا كأنها تباسكو، فيها شبه كثير من التباسكو. الأوراق إلى حد ما كان في بداية تثمير شفته أي، فالثمر صاير شوي صغير، ما أدري لازم أشوفه، لازم أنتظر إلى أن يكبر، ما أدري. ولكن قد يكون مثل التباسكو ضعيف وصغير، ما أدري لازم أشوف الثمر لما ينتهي. ولكن الساق في شوي يعني سمك شوي أكثر، خلنا نقول من التباسكو. التباسكو عادة الساق شوي يكون نحيف أكثر. هذه اللي يمها صاير أيضا صايرة هجينة بين التباسكو والكينج ناغا، ان الساق شوي سميك وفي تفرع قوي واضح. الكينج ناغا او التشيننس عادة ينمون بهذه الطريقة، يكون في افتراق اساسي وبعدين النمو يصير كثيف من فوق، يعني التفرع يزيد ويتفرع اكثر واكثر واكثر ويصير النمو كثيف في الاعلى. في عندي هني بداية عقد ثمر ولكن واضح من هذه الثمرة، وراح أجرب الكاميرا عندكم أكثر، واضح أن هي هذه مايلة إلى الكينج ناغا أكثر، ما مايلة إلى التباسكو. مثل ما قلت لكم هذه هي الثمرة اللي صايرة أكبر على هذه الشتلة.
نلاحظ أنه ما فيها أي شبه للتباسكو، فهذه أتوقع راح تصير شوي أكبر وراح تتعلق إلى الأسفل، فهذه واضح أنه خذت جينات النبت الأب اللي هي الكينج ناغا اللي خذنا منها الرحيق ولقحنا في وردة التباسكو، فهذه شوي ثمرتها مختلفة. عندي هذه الشتلة، نلاحظ كيف ساقها سميك، ساق أساسي واحد سميك وبعدين التفرع. هذه طريقة نمو نبتة تشيننس، يعني أتوقع جينات التشيننس طاغية عليها اللي هي جينات النبت الأب اللي هي الكينج ناغا، واضحة أنها هذه اللي طاغية عليها، ولكن الأوراق مو بحجم نبتة الكينج ناغا، قد يكون بحجم بسبب حجم الأصيص. هذه 15 لتر اللي تذكر الكينج ناغا كنا حاطينها في أو زرعتها أساساً، أزرعها عموماً في أصيص ما يقل عن 40 لتر، لأنها نبتة تنمو بحجم كبير وجذورها تصير يعني تملأ 15 لتر، هذه ما يكفيها. فهذه ما شاء الله نموها قوي، ساق واحد أساسي، واضح أن جينات الكينج ناغا طاغي عليها اللي هي النبت الأب. ما تشوف فيها تثمير لحد الحين، ما تشوف فيها عقد ثمر، فيها تزهير، إن شاء الله مع الأيام أو الأسابيع نشوف فيها تثمير إن شاء الله. هذه ورقة صايرة فيها طفرة جينية، يعني كأنها ورقتين من دمجين، سبحان الله يصير ساعات، بالذات إنها جين فيصير ساعات. عندي هاي النبتتين، هذه فيها ثمر، ما أدري هل بيتمها اللون نحيف أو راح يمتن، ما أدري والله لحد الحين. فيها هذه عقد ثمر، ولكن هذه الثمرة صايرة شوي يعني أشبه إلى الكينج ناغا، هذه لا هني إيه، فأتوقع أنها أيضا مايلة إلى الكينج ناغا. سبحان الله إذا تذكرون كان أغلب الثمر يشبه التباسكو، في تفاوت بسيط في الطعم، كان التفاوت في النكهة والحرارة، ولكن الشكل كان تقريبا كله متشابه، صار كله كأنه تباسكو في الأفوان إذا تذكرون. مثل ما قلت لكم دائما الاختلافات تبتدي تطلع في الأفتو، فلاحظوا الحين أن سبحان الله الشكل بدأ يتغير كليا الحين، وهذه اللي عادة يصير لما احنا نواصل زراعة بذور مهجنة، مثلا نشتري من طماط أو خيار أو أي نبتة يكون مكتوب عليها F1 هايبرد أو F1 ونواصل زراعتها، هاي النتائج راح تصير عندنا، فنتوقع هاي الشيء. في هني عندي نبتة اللي هي رقم 4، راح أراويكم الثمر مالها عن قرب وراح أتكلم معكم عنها. مثل ما قلت لكم هذه الثمر من نبتة رقم 4، نلاحظ كيف صاير طويل ونازل، هذه احتمال أيضا يصير شبيه للكينج ناغا، فنلاحظ أن يا أما النبتة قاعدة تشبه الكينج ناغا أو الثمر قاعد يتجه الحين إلى جينات الأب. في البداية الجيل الأول كان شبيه للأم تقريبا طبق الأصل، اللهم شوي اختلاف الطول والحرارة، ولكن من ناحية الشكل كان شبيه للأم أغلب شيء. الحين راح قاعدين نشوف تفاوت في الثمر وأشكاله وأشكال النباتات حتى، فهني راح التوثيق يصير مهم، وأيضا راح أوثق في الجدول اللي عندي. قلت لكم عندي جدول في الأكسل يساعدني في تتبع السلالة، على أساس أقدر أعرف السلالة من وين تطرقنا إليها أو التسلسل اللي اتبعناه إلى أن نوصل إلى هذه الفلفل اللي إن شاء الله راح نوصل له بعد الـ F8 أو الجيل الثامن إن شاء الله. فعموما هذه النتائج المبدئية اللي قاعدة أشوفها في التجربة اللي قاعدين نوصلها للسنة الثالثة، السنة الثالثة أو الثانية ما أتذكر صراحة. الأولى اللي هي سوينا فيها التهجين، فأخذنا البذور اللي كانت F1 العام، زرعنا F1، وهذه السنة اللي هي بذور F2، ففعلا ثالث سنة. الشيء الوحيد اللي سويته مختلف هذه السنة هما نفس الأصائص اللي هما 15 لتر، ولكن اللي سويته ان حطيت لهم عازل حراري بس على اساس شوي يساعدهم في الجفاف والحرارة، بالذات لان هذه الأصائص أصائص بلاستيك اسود فيشرب الحرارة بسرعة فيصير عندي تبخر عالي، فعلى اساس شوي يساعد النباتات. ولكن من ناحية التغذية كلهم نفس التغذية،
لما أرش نبتة واحدة حق مكافحة أي حشرات أرشهم كلهم، فالمعاملة متساوية لهم كلهم مثل ما وعدتكم في بداية التجربة إن شاء الله. فمثل ما قلت لما أغذي أغذيهم كلهم، وإذا ما غذيت ما غذيتهم كلهم. فقاعد أحاول أن أستمر معاهم بشكل منتظم في التغذية، وراح إن شاء الله نتابع. فإن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون لما نبتدي نشوف الثمر ونوصل مرحلة قطف الثمر ونقدر نقارن ونتذوق ونشوف الاختلافات اللي إن شاء الله راح تعطينا هذه النباتات. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو ومواصلة التجربة إن شاء الله، وإن شاء الله إذا الله حيانا وياكم راح نواصل التجربة إلى أن نوصل الـF8 ونسمي الفلفلة. للحين ما عندي لها اسم الصراحة، راح نشوف. فإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.